لا عجب ألا يحترم الخوارج حرمة الدماء وحرمة المكان وحرمة الزمان، فهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ذاهب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كما في الصحيحين أن من دخل المسجد ومعه نبل فليمسك على نصالها حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين، وهؤلاء لا يراعون لهذه الحرمة قدرا ومكانة. لكن أكلما حدث حدث وتفجير نفجع فيه بإخواننا، أو كلما حدث حدث نقتصر على الإدانة والاستنكار فقط؟ لا شك أن هذا مهم، ولكن يجب أن توجد الحلول حتى يبقى هذا الدين سليما من تلويث ومن تفجير الخوارج، وحتى يبقى هذا الأمن، وحتى تبقى لكم عقول أبنائكم وشبابكم. وإليكم هذه الحلول مختصرة. أولاً أن نرتبط وأن نربط شبابنا بالعلماء وبطلاب العلم الذين ساروا على منهج العلماء ممن لهم منهج واضح، لأنهم يعرفون الفتن ويعرفون خطورتها. وإذا استوى الجاهل والعالم، هنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، تظهر الفتن ولا يعرف معروف ولا ينكر منكر. ثانيا، أن على العلماء وطلاب العلم مسؤولية كبرى، فإذا لم يظهر العالم في الفتن، إذا لم يظهر طالب العلم في الفتن، فمتى يظهر؟ فليس الأمر مقصوراً على أن ينشر العالم أو طالب العلم العلم فقط، بل لابد أن ينشر العلم وأن يُحمى العلم، أن ينشر الدين وأن يُحمى الدين، بأن تُفنَّد شُبه هؤلاء شُبهةً شُبهة. وابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج في عهد علي رضي الله عنه وناظرهم رجع الأكثر منهم. وأئمة السلف لهم تاريخ زاخر مسطر بالدفاع عن هذا الدين من أخطار أهل البدع وأهل الأهواء. فإذا لم يظهر العالم وطالب العلم في الفتن، متى يظهر؟ هنا في الصحيحين: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثالثا، أن نحذر وأن نحذر من الدخول في مواقع وفي وسائل التواصل التابعة لهؤلاء أهل الأهواء، فإن الشبه متى ما دخلت على القلب فأنى لصاحبها أن يخرجها. ورحم الله السلف، رحم الله السلف، إذ كانوا يحذرون من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع حتى لا يتأثر أحد بشبه هؤلاء. رابعاً، الحذر والتحذير من المجالس أو من وسائل التواصل التي يخاض فيها بذكر أخطاء الدولة وبأخطاء الحكام، فليس هذا من منهج السلف، ليس هذا من منهج السلف. ولم يعد الأمر خفيا فيما مضى، من تحدث عن حقوق الولاة صنفوه بتصانيف ليس لها وجود في الواقع. هنا
استبان الأمر للمسلمين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يعظمون ما عظمه الشرع، والشرع أتى بتعظيم حقوق الولاة، وأنه يجب أن يطاع الولاة بالمعروف. فاحذر رعاك الله. رابعاً، أن من لديه تغريدات أو بيانات، من لديه تغريدات أو بيانات مبطنة بالقدح في الولاة، ليس عن طريق التصريح وإنما عن طريق التلميح والتعريض، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل. فإذا لم يتق الله فلا يجوز متابعة هؤلاء، ولا يجوز أخذ العلم عنهم، لأنه إن سنحت لهؤلاء فرصة فما تخفي صدورهم أكبر. سادساً، أن من يبكي ويتباكى على هذه الأحداث المؤلمة وله حالات سابقة من تغريدات أو بيانات أو مقاطع غررت بالشباب، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصرحها علانية، لأن التغريدات حفظتها وسائل التواصل، اليوتيوب ملأ بمقاطع هؤلاء، فكما أظهروا تلك التصريحات التي غرر بها الشباب، الواجب عليهم أن يظهروا علانية من أنهم أخطأوا فيما مضى، فإن لم يفعلوا فهذا هو التلون الذي حذر منه السلف رحمهم الله. لكن إن أظهروا خطأهم فيما مضى رفع الله عز وجل منزلتهم، والتاريخ يحكي لنا عن أناس أخطأوا فلما أعلنوها من أنهم تابوا ورجعوا إلى الله رفع الله منزلتهم بين أهل السنة. سابعاً، أن علينا نحن الآباء أن نحذر أبناءنا في البيوت، وأن نحذر نساءنا، وليس معنى هذا أنه يشاع وينقل خبر من أنه حصل تفجير وإذا بالآباء في البيوت يتنقلون وينقلون هذه الأخبار فقط على أنها أخبار مؤلمة. لا، بيّن لهؤلاء الشباب، بيّن لهم حرمة الدماء، بيّن لهم خطورة أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم، حتى يتفطن هؤلاء الشباب. ثامناً، أن على المعلمين في المدارس، ولا أعني بذلك من هو متخصص في العلوم الشرعية فقط، لا، بل كل معلم عليه أن يبين وأن يحذر من منهج الخوارج، لأن هذا هو واجب الجميع. هذه يا إخوان مصلحة أمة، مصلحة دولة، فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل وألا نجبن وألا نسكت. كيف نسكت أو كيف نجبن؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إن من قتل الخوارج له أجر عظيم. تاسعاً، أن نحرص على مناهجنا الدراسية فبها الخير، وتنبهوا لا يعالج الخطأ بخطأ أشنع منه، فهذه المناهج الدراسية يجب أن نحرص عليها لأننا تربينا عليها وتربى عليها علماؤنا، لكن هؤلاء تلقوا هذه المناهج ولله الحمد، لكنهم فتحوا أسماعهم وأبصارهم لأهل الأهواء مما يلقون به من الشبه، وهنا تأثر هؤلاء الشباب. فلا تبقى مصلحة دينية ولا دنيوية إلا بالتوحيد، ولله الحمد هذه المناهج، مناهجنا الدراسية، بها خير عظيم،
فلنتق الله عز وجل وألا يعالج الخطأ بخطأ آخر. عاشرا وهو الأخير، أن المستفيد الأول، ولتعلموا ذلك علم اليقين والتاريخ يشهد بهذا، أن المستفيد الأول من الخوارج هم الروافض. ما ظهرت الرافضة إلا بعدما خرج على عثمان رضي الله عنه وقتل، وخطبت ما يقرب من 9 خطب في التحذير من الخروج على الولاة. والرافضة كما تعلمون إن سنحت لهم فرصة بأن ينفردوا بأهل السنة أظهروا أمامهم الشركيات، بل وعذبوهم أشد التعذيب. وذكرت ذلك فيما حكاه أهل التاريخ من أنهم كانوا يسلخون السني، يسلخون جلده وهو حي. فالمستفيد الأول من هؤلاء الخوارج هم الرافضة. هذه 10 حلول مختصرة حتى لا نؤتى في عقر دارنا من أبنائنا، وحتى يبقى لنا أمننا، وحتى يبقى لنا ديننا سالما من تلويث ومن تفجير هؤلاء الخوارج ومن أذنابهم من أهل البدع. أسأل الله عز وجل أن يحمي بلاد الحرمين خاصة وبلاد المسلمين عامة من عبث العابثين ومن كيد الفاجرين.